وفاق سطيف يغادر رابطة الأبطال بشرف وبمشوار مشرف، وبوصوله للمشهد ما قبل الأخير من المنافسة الأكبر للأندية في القارة السمراء. النسر الصيفي كالعادة حلق في سماء القارة وقرع كبارها، فأسقط بعضها واستسلم للمنطق مع البعض الآخر، ليغادر من الدور ما قبل الأخير مرفوع الرأس وأمام أكبر الفرق الإفريقية وأكثرها تتويجا. وفاق سطيف بلغ الدور النصف نهائي وهو يتخبط في مشاكل مالية خانقة وأزمات إدارية كبيرة، وفعل ما عجزت عنه فرقه التي تنعم في أموال الشركة الوطنية. خروج الوفاق على يد الأهلي المصري سيبقى درسا له ولباقي الفرق الجزائرية التي تطمح في التتويج بالألقاب القارية. طبعا أن بلوغ هرم القارة السمراء يحتاج تكوين فريق محترف ومن كل الجوانب.